ما جعش هل مليون أجر الوقر بقال لا بقال يكون كما هاد اليوني هل مليون أجر الوقر ما جعش لابو هل مليون أدم بإهنا من لغات تختيره سدح هل مليون درجة إن كر لغوقا هذا جنة هل مليون درجة أفر إن قري جنة لغوقا دسو هذا بعد جعشت أفر تان أهلنا نصوى شاقنا هل مليون أجر الوقر وهل مليون دم بلغات تختيره هل مليون درجة كر لغوقا هذا قري جنة لغوقا دسو ذكر كان هاي المام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جلتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة دي أفر إيطوبانات وإهد أسباب تجنة الوقلو أما أعماش هديلة سنية جنة الوقلو إن شاء الله. حديث كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وريد قيسو رسولك صلى الله عليه وسلم وحوير من دخل السوق قفك سوق قالو كدبني يراه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير قفكي راهدو كتب له ألف ألف حسنة وحلقر هل مليون وأجر ومحى عنه ومحي عنه ألف ألف سيئة وحلقتر هل مليون ودنبي أيا لغترتر ورفع له ألف ألف درجة هل مليون او درجن كرى الوقاضة وبني له بيت في الجنة او بني له بيتا في الجنة جنة ذنه وحالو قدسا قري اوليه ايا جنة ذنه قدسا الله اكبر ولا للذكريان ما يقمر ما لنت سوق آده طبمر شنمر حلمر اوير ما لنت سوق آده مرك الدعوذن انكود ذانا سببت ما تقانا الدعوذن اجر كان بضان اي كل شيء وحاوي لأن سوق مركي لقرو تتك مركزتو غافل أي ذكري كيهين هاهل ما من دعدان ذكري كان هاهل ما من أقرسو مرو الباسوق آدت ولا لهاك لن أسيشاك بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.